بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. كتاب الوقف. الوقف لغة مصدر وقف، يقف وقفا بمعنى قطع الحركة والمشي. قال: وقف فلان عن المشي، وما أشبه ذلك. أما في اصطلاح الفقهاء فالوقف هو تسبيل الأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فمعنى تحبيس الأصل يعني منعه من البيع والشراء نقل الملكية. تسبيل المنفعة أي الغلة التي تحصل تكون مسبلة في وجوه البر والإحسان. مثلا إذا كان له دار فإنه يباح له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك من أنواع التصرفات، ببيع أو هبة أو رهن أو ما أشبه ذلك. وإذا مات فإنها تورث عنه، تنتقل للورثة. لكن إذا أخرجها عن ملكه تقربا إلى الله عز وجل وجعلها وقفا تبقى رقبتها وتستغل منفعتها في وجوه البر، حينئذ يتوقف التصرف فيها، لا يتصرف فيها هو ولا غيره من حين أوقفها. يقال حبسها، يعني منع التصرف فيها لا من نفسه ولا من غيره، وجعل منفعتها وغلتها وما ينتج عنها من المنافع في وجوه البر. فالوقف قربة من القربات ومستحب لما فيه من جريان الأجر على الواقف حيا وميتا، وهو الصدقة الجارية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف الذي يجري نفعه على الواقف وإن كان ميتاً، ما دام ينتفع به فإنه يصل أجره وثوابه إليه. وقد أوقف الصحابة أوقافاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، كما أوقف عمر رضي الله عنه أرضاً له كانت في خيبر، واستشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوقف خالد أدراعه وأعتاده في سبيل الله. فكان الوقف معروفا عند الصحابة ومعمولا به في مختلف عصور المسلمين
فهو قربة وصدقة تبقى لصاحبها في وجوه البر، إما على المحتاجين، وإما أن يوقف مساجد أو مدارس أو غير ذلك مما ينتفع به الناس من بعده. نعم. كتاب الوقف وهو تحديث الأصل وتسبيب الثمرة. هذا تعريفه في الاصطلاح، تحبيس الأصل يعني منع الأصل، أصل المال من البيع والشراء والتصرف، وتسبيل للمنفعة التي هي الغلة أو السكنة، سكن البيت أو ما أشبه ذلك مما فيه منفعة باقية. أما إذا أباح منفعة شيء ولم يحبس الأصل، هذا لا يسمى وقفا، مثل العارية يبيح الإنسان لأخيه أن يستعملها وأن ينتفع بها مدة، والمنيحة الشاة مثلا أن ينتفع بها مدة ثم يردها، هذا لا يسمى وقفا، هذا يسمى عارية. إنما الوقف هو الذي، والعارية أيضا لا يخرج ملك صاحبها عنها وله أن يتصرف فيها، أما الوقف فإنه يخرج من ملك صاحبه ولا يصير مملوكا لأحد. ويستغل ما دام ينتفع به، وقوله تسبيل المنفعة يخرج تحبيس الأشياء التي ليس لها منفعة، لا منفعة فيها، هذه لا تصلح وقفية إذا كان ما فيها منفعة فإنها لا تصلح ولا فائدة من تحبيسها. وكذلك إذا كانت ينتفع بها ولكنها لا تبقى، المال الذي ينتفع به ولا يمكن أن ينتفع به إلا بإتلافه، هذا لا يصلح وقفية ولا يصلح وقفا. كالطعام مثلا، الطعام هذا لا يصلح أن يوقف لأنه يتلف ولا يبقى، إذا أكل انتهى. إنما الوقف في الأشياء التي تستعمل ويبقى أصلها، ولا يكون استعمالها إتلافا لها. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. يجوز الوقف في كل عين ينتفع، يباح نفعها، يباح نفعها. أما الأعيان التي يحرم نفعها إنه لا يجوز توقيفها لأن منفعتها حرام، كما لو أوقف خمرا أو أشياء محرمة فهذه لا تجوز، أو أوقف على جهات محرمة كما لو أوقف على الأضرحة، قال هذا الملك وهذه الدار وقف على الضريح الفلاني وعلى القبر الفلاني، فهذا لا هذا وقف محرم، لأن الجهة التي يستغل الوقف لها محرمة، فهذا وقف لا يصح. كذلك لو أوقف على بعض أولاده دون بعض، هذا يسمى وقف الجنف،
وقف الجنف وهو باطل. قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والجنف هو الحيث، فإذا أوقف على بعض ورثته دون بعض أو على بعض أولاده دون بعض فهذا وقف جنف لا يصح. نعم. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. في كل عين يجوز بيعها، يخرج بذلك الأشياء التي لا يجوز بيعها مثل الخمر وآلات اللهو. الخمر وآلات اللهو هذه لا يجوز بيعها كما سبق، ولا وقف الكلب وإن كان ينتفع به، كلب الصيد أو كلب الحراسة هذا لا يجوز وقفه لأنه لا يجوز بيعه. وإن صح وإن جاز الانتفاع به فإنه لا يجوز بيعه فلا يصح وقفه. نعم. ينتفع بها دائما، يخرج التي ينتفع بها مؤقتا ثم تنتهي مثل الحبوب والثمار والفواكه، هذه لا تصلح وقفا، لكن يتصدق بها. الصدقة لا بأس أنه يتصدق بالحبوب والثمار والفواكه، ولكن لا يسمى هذا وقفا وإنما يسمى صدقة، لأن الوقف معناه ما يستمر في المستقبل، وهذه لا تستمر، إذا أكلت انتهت. نعم. وينتفع بها دائما مع بقائها كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح. العقار معروف، الأراضي والبيوت، بساتين، هذه يصح وقفها لاستمرار نفعها. وكذلك الكتب والمصاحف هذه يصح وقفها لأنها يستمر نفعها. وكذلك الأثاث، كما لو أوقف آلات للحفر والانتفاع بها، يوقف آلات حفر أو آلات قتال مثل سلاح السيف أو البندقية في سبيل الله، وقال هذه تستعمل في سبيل الله، أو أدراع استعملها المجاهدون في سبيل الله، أو أسلحة حديثة معروفة، هذا كله يجوز وقفه، لأن خالد رضي الله عنه وقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله. نعم. كذلك الحيوان، لو قال هذه الدابة وقف للجهاد في سبيل الله، هذه الخيل وقف خيلا يجاهد عليها في سبيل الله، فهذا لا بأس لأنه يستمر نفعه. نعم. الأثاث كالفرش، أو قال هذه الفرش وقف على المسجد أو على المدارس لطلبة العلم يجلسون عليها أو ينامون عليها أو على المساكين الفقراء يجلسون عليها وينامون ينتفعون بها، هذا جائز لاستمرار نفعه ما دام باقيا. نعم. فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه كأم الولد والكلب. أم الولد هي المملوكة، إذا وطئها سيدها وولدت منه، إذا ولدت منه فإنه لا يجوز له بيعها، تبقى ملكا له
وإذا مات عتقت، إذا مات عتقت، فهذه لا يصح وقفها لأنه لا يجوز له بيعها. لما ولدت منه امتنع عليه أن يبيعها وتبقى ملكا له مؤقتا إلى أن يموت، فإذا مات عتقت. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يجوز بيع أمهات الأولاد لأنها مملوكة، وما دامت مملوكة إنه يجوز له بيعها. فعلى القول الأول لا يصح وقفها لأنها لا يجوز بيعها، وعلى القول الثاني إذا كان يجوز بيعها فيصح وقفها، فيها خلاف. هذه أم الولد. والكلب، يعني المراد به الكلب الذي يباح الانتفاع به مثل كلب الصيد، كلب الحراسة، هذا يباح الانتفاع به ولكن لا يصح وقفه ولا يجوز بيعه، ثمنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. فما منع بيعه لا يجوز وقفه وإن كان يصح الانتفاع به. نعم. فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه كرم الولد والكلب، لأنه نقل للملك فيهما فلم يجز كالهبة. لأن الوقف يشبه البيع، نقل للملك، نقل للملك، لكن البيع نقل من ملك إلى ملك، وأما الوقف فإنه نقل من الملك إلى الصدقة والقربة. نعم. وما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه كالمقروضات. قلنا يشترط في الوقف أن يكون مما يستمر نفعه الانتفاع به مع بقائه، فإن كان لا ينتفع به إلا مع تلفه فإنه لا يصح وقفه، مثل الطعام، الشراب، وسائر المستهلكات، هذه يتصدق بها ولكن لا توقف لأنها لا تستمر، والمطلوب في الوقف الاستمرار والبقاء. نعم. لأنه يتنافى، لأن الانتفاع بها يتنافى مع بقائها، لأنها لا يمكن الانتفاع بها إلا إذا تلفت. نعم. أسأل. ولا يصح إلا على بر أو معروف. يشترط في صحة الوقف أن يكون على بر، فإن كان على إثم فإنه لا يصح، مثل ما مثلنا لو أوقف على الأضرحة أو على بيوت الدعارة أو على أمكنة المعاصي وعلى أمكنة الشرك فإن هذا وقف باطل، لأنه إعانة على الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الوقف على الكنائس هذا لا يجوز من المسلم أن يقف على الكنيسة، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، فهذا وقف باطل. لكن على جهة البر كعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى المساجد، على المدارس الخيرية، هذا فيه نفع وفيه أجر. نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء ولذوي القربى والرقاب ومن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثر فيه،
أو غير متمول فيه متفق عليه. هذا دليل الوقف من السنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، أرض زراعية أصابها من المغنم من قسمته رضي الله عنه، لما قسمت جاءه منها نصيب أو اشتراها، المهم أنها صارت ملكا له وهي أرض ثمينة، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتقرب بها إلى الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله بأنفس أموالهم وأحسن أموالهم، عملا بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانوا يوقفون ويتصدقون بالأشياء النفيسة التي هي أنفس أموالهم تقربا إلى الله عز وجل. أما الذي لا يتصدق إلا بالشيء الردي فهذا مذموم، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه هنا الردي، ليس معناه المحرم، معناه الردي. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يعني لو صار عند الإنسان شيء مال منه ويبي يخرجه يوسع لنفسه منه، يروح يجعله وقف ولا يتصدق به للفقراء، هذا أجره قليل وقد لا يؤجر عليه الإنسان. يعني إذا صار مال من الشيء مضيق عليه يجعله صدقة، أو نفعه قليل أو ما فيه نفع، هذا خلاف ما عليه الصحابة وأهل الطاعة، فإنهم ينفقون من أنفس أموالهم. ومن ذلك قصة عمر لما أصاب هذه الأرض النفيسة أراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ماذا يصنع بها، ما هي الطريقة التي تنفعه عند الله عز وجل. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفها، أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها، ففعل عمر رضي الله عنه فأوقفها وجعل غلتها في سبيل الله ولذي القربى والمحتاجين، لا بأس على من وليها أن يأكل منها غير متأثل ولا متمول، يعني يأكل بقدر حاجته فقط ولا يتخذ منها مالا يدخره له، إنما يأكل بقدر حاجته وبقدر عمله في الوقف. نعم، أعيد الحديث. هذا هو الأصل، حديث عمر هذا هو الأصل في الوقف وكيفيته. نعم. ما هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره. يقال لها ثمغ، الأرض هذه يقال لها ثمغ أو ثمغ بالثاء. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنت ساعدي منه. لاحظوا هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم يقدمون لله أنفس أموالهم. نعم. لم أصب مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، هذا هو الوقف. نعم. غير أنه تصدقت بها، يعني بغلتها. نعم. غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع. هذا حكم الوقف، أنه لا يباع ولا يبتاع، لا يباع ولا يبتاع، يعني لا يبتاع لا يشترى، الابتياع معناه الاشتراء. نعم. ولا يوهب ولا يورث. ولا يوهب، الهبة معروفة وهي التبرع،
تبرع بالمال، تبرع بالمال هذا يسمى هبة. نعم. ولا يورث إذا مات عمر رضي الله عنه لا تورث هذه الأرض عنه لأنها وقف، فدل على أن الوقف لا يورث عن الواقف بل يبقى وقفا بعد وفاته. فهذا الحديث يشتمل على مسائل عظيمة في الوقف. أولا أنه ينبغي أن يوقف أنفس الأموال وأحسن الأموال، لأن كل ما كثر نفعه كثر أجره. ثانيا أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، يمنع من التصرف فيه بما ينقل ملكيته إلا إذا تعطلت منافعه كما يأتي، إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله كما يأتي. ثالثا فيه بيان مصارف الوقف وأنه يكون على جهة بر، فإن كان على جهة إثم أو معصية إنه لا يجوز. نعم. قال فتصدق بها عمر للفقراء وذوي القربى والرقاب في الفقراء، معروف الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، هذا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية هذا الفقير، للفقراء وذوي القربى أقارب الواقف من أولاده وأولاد أولاده وأولاد وإخوانه وأولاد إخوانه أقاربه ذوي القربى. وفي الرقاب يعني يفك منها الرقاب بالعتق، يفك منها الأرقة ويعتقون منها، يشترى أرقة ويعتقون، لأن العتق من أفضل القربات. وكذلك يدخل في الرقاب الأسرى في أيدي العدو يدخل في الرقاب فيفدون ليطلق أسرهم من عدوهم، هذا يدخل في الرقاب. وليس المراد بالرقاب ما يفهمه العوام أن الذي عليه دية يقول اللي عليه دية هذا في الرقاب، لا هذا غلط، ليس هذا هو المقصود بالرقاب. المقصود بالرقاب المماليك يعتقون منها، والأسرى كذلك يفك أسرهم من الكفار. أما من عليه دية هذا يسمى بالغارم، يدخل في الغارمين. نعم. وابن السبيل، ابن السبيل المراد به المسافر المنقطع الذي نفد زاده أو تعطلت دابته أو تلفت فلم يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ومن الوقف ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده، هذا ابن السبيل المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، إما بسبب نفاد ماله أو تلفه أو سرقته أو موت دابته، هذا هو ابن السبيل. نعم. قد جعل الله له نصيبا في الزكاة. نعم. والضيف، الضيف هو الذي ينزل بالإنسان، المسافر إذا نزل بأحد يريد منه العشاء أو الغداء، يريد منه ما يقتات به. والضيافة إنما تجب في القرى والبوادي، الضيافة تجب في القرى والبوادي لأنها ليس فيها مطاعم، أما المدن فإنها يوجد فيها مطاعم، يوجد فيها بيع للطعام، فلا يحتاج الغريب
الغريب ما يحتاج، وإن كان ما معه شيء يشتري هذا يسمى ابن سبيل، إذا كان ما معه شيء يشتري يسمى ابن السبيل. إنما الضيافة تجب في القرى وفي البوادي لأنها ليس فيها بيع للطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف هذا من الواجبات في الإسلام، يجب على من نزل عليه ضيف أن يقوم بواجبه، هذا من واجبات الإسلام. وكان هذا من العادات الحسنة عند العرب، هذا من العادات الحسنة عند العرب التي أقرها الإسلام. نعم. يمكن إذا كثر إذا تزاحموا يشركون، وإذا وجد صنف منهم يعطى، إن لم يوجد إلا صنف يعطى يقتصر عليه، وإن وجد أصناف يشركون من الوقف. نعم. في سبيل الله يعني في الجهاد، في سبيل الله يعني في الجهاد، لأن يجعل الغزاة والسلاح الذي يقاتل عليه والخيل، الجهاد وعدته تجهيز الغزاة، تجهيز الغزاة، هذا في سبيل الله عز وجل. نعم. فالجناح على مولها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف. كذلك هذا دليل على أن ولي الوقف والقائم عليه له أن يأكل من الوقف، إن كان محتاجا فلحاجته، وإن كان غير محتاج فلعمله الذي يقوم به، لكنه لا يتمول منه شيئا. نعم. أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف. نعم. غير متأثر فيه أو غير متأثر يعني متمول، المعنى واحد، بمعنى أنه يأخذ شيئا يبقى عنده، يتملك شيئا يبقى عنده، هذا لا يجوز من الوقف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات المعلم انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا دليل آخر من السنة على الوقف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الأولى صدقة جارية، هذا هو الوقف. نعم. انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. هذه الثلاث يبقى نفعها بعد موت الإنسان، صدقة جارية وهو الوقف، أو علم ينتفع به ورث علما درس وأوجد طلابا والطلاب يوجدون طلابا وهكذا، فيجري النفع للمعلم الأول يصل إليه ثواب، أو صنف كتبا نافعة ينتفع بها الأجيال، هذا أيضا من العلم النافع الذي يبقى بعد وفاة المؤلف، أو أوقف كتبا ومصاحف، يمكن هو ما هو بعالم ولكنه يعين طلبة العلم، يوقف الكتب والمصاحف لأنها أدوات علم، هذا أيضا يدخل في العلم النافع. أو ولد صالح يدعو له، يربي ولدا على الخير والصلاح ويعلمه العلم النافع ويوجهه التوجيه السليم، فإذا مات صار هذا الولد يدعو له، هل يستمر نفعه له بعد وفاته؟ وأفضل هذه الثلاث هو العلم، لأن العلم يبقى ويستمر، أما الولد الصالح يموت، وكذلك الصدقة الجارية الذي هو الوقف يمكن ينقطع ويتلف، لكن العلم يبقى ويستمر. شوفوا الآن العلماء القدامى علمهم إلى الآن باقي من قرون، الأئمة الأربعة
شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وسائر العلماء الذين صار لهم نفع ودعوة إلى الله وتوجيه، بقي نفعهم مستمراً وبقيت كتبهم وآثارهم وانتفعوا بها من قرون، ويدعى لهم ويترحم عليهم، فالعلم النافع يبقى ويستمر في الأجيال اللاحقة، فهو أفضل الثلاث. نعم. مسألة: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه؟ ما ينعقد به الوقف، ينعقد الوقف بالقول، كان يقول أوقفت هذا الشيء أو حبسته أو سبلته، تلفظ بذلك، فإذا تلفظ بذلك انعقد الوقف، هذه صيغة قولية. أو يكتب وثيقة بأنني فلان بن فلان وقفت المحل الفلاني، يذكر أوصاف الوقف ومصارفه. الكتابة أيضا تدل على المطلوب، إما أن يتلفظ وإما أن يكتب، وإما أن لا يتلفظ ولا يكتب لكن بالفعل جعل أرضا أو بيتا جعله للانتفاع به وأذن للناس بالانتفاع به، كان عين أرضا أو بيتا للصلاة فيها وأذن وأقام فيها الصلاة، فتح أبوابها للناس يدخلون ويصلون، صارت مسجدا وإن لم يتلفظ وإن لم يكتب، هذا وقف عملي فعلي ينعقد بالصيغة العملية الصيغة الفعلية. أو فتح بيته وجعله للطلاب يسكنون فيه، جعله للطلاب يسكنون فيه وأعطاهم مفاتيحه وارتحل منه، هذا صار وقف بمجرد فعله هذا. أو مدرسة افتحها للطلاب وقال للمدرسين وللطلاب ادرسوا في هذا البيت وأعطاهم مفاتيحه، هذا يصبح وقفا بالفعل وإن لم يتلفظ. الحاصل أن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالكتابة وإما بالفعل وإن لم يتكلم ولم يكتب. نعم. نعم. النية بينه وبين الله، لكن نحن نعامله بالظاهر، أما النية ما عليه، هذا بينه وبين الله. أي يلزم. نعم يلزم بذلك. نعم. ويصح الوقف للقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه. مثلا جاء على أرض موات، ولا أرض له بناها مسجدا ولا كتب شيء ولا قال شيء، فعله هذا يدل على الوقف، بناؤه المسجد يدل على الوقف فيصير وقفا. نعم. أو سقاية يشرب على الناس، أو حفر بير وحط عليها دلو أو مكينة وحط لها قرو أو جابية وخلى الناس يشربون منها، هذا وقف فعلي. نعم، هذه السقاية. نعم، لأن العرف جاري وفيه دلالة على الوقف، لأن هذا العرف عند الناس، إن من حفر بئرا ووضع عليها آلة رافعة أو سانية وجعل لها جابية وترك الدواب تشرب منها والناس يشربون منها، هذا جرى العرف أنه وقف. نعم. وفيه دلالة على الوقف. نعم، لأن العرف جارد. أو حفر مثلا بئرا ارتوازية، العصر الحاضر يعني ارتواز يسمونه الحفار، هذا حفره وخلى الناس يشربون منه ولم يمنعهم ويوردون عليه دوابهم ومواشيهم وهو في الطريق ولا في البر، أرض الموات
هذا وقف أيضا. نعم. لأن الأمر جاز به وفيه دلالة على الوقف. نعم. فجاز أن يحدث به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما في أضيافه أو نثر نثارا أو صب في حواب السبيل ماء فيجري مجرى من وجرى مجرى من قدم طعاما لأضيافه. عنده أضياف جالسين وجاب طعام ووضعه لهم ولا قال كولوا ولا قال سموا، هذا ما يحتاج، هذا دليل على أنه قدمه للأضياف لأن الفعل يدل على هذا، فلهم أن يأكلوا، مجرد وضعه لهم يدل على الأكل، على أنه أذن في الأكل. والثانية دراهم، معه دراهم وانتره على الحاضرين، هذا دليل على أنها سمح لهم بها، يعني أنهم يلتقطوا أن سمح لهم أن يلتقطوها، فمن أخذ منها شيئا فهو له، لأنه هو اللي نثرها. أما لو سقطت منه غير اختياره لا، هذا ما يسمى نثار، لكن هو لو أخذها من جيبه ونثرها على الناس الحاضرين فمن أخذ شيئا فهو له. نعم. أو صب في حواب السبيل ماء، صب في خوابي، خوابي جواب، خوابي هي الجوابي أو البرك، صب فيها ماء، فهذا دليل على أنه أراد أن يتصدق بهذا الماء لأنه وضعه في موضع الصدقة، موضع المباح. الجوابي والخوابي التي تكون على الطرقات، جاب واي تصب فيها ماء، ما يحتاج نقول نروح نستأذنه، من جاء يشرب منها لأنه وضعها موضع المبذول. نعم. نعم. إذا فتحها للضيوف صفة دائمة تكون وقف، أما إذا فتحها لضيوف عارضين جو عنده فتحها لهم قال مرحومها لا، هذه معروف أنه ما أراد فيها الوقف. لكن لو قالها الدار للضيوف من جل هالبلد هالدار تراه يبيت فيها، هذا صارت وقف. أما لو فتحها لضيوف خاصين عنده نزلوا عليه لا، هذه ما هي. نعم. وعنه لا يصح إلا بالقول، رواية عن الإمام أحمد إن الوقف لا يصح إلا بالقول، فلا ينعقد بالفعل، ولكن المذهب الأول وهو الصحيح. نعم. إذا حطب الخواب ماء أو مثل صدقة ولا وقف؟ صدقة، يصير صدقة إن كان يستمر فيه وقف، وإن كان لا يستمر فيه يصير صدقة. نعم. يكره النثار، لكن لو فعله، لو فعله أبيح للناس، أبيح للناس أنهم يأخذون مثل ما يفعلون وقت الزواج، وقت العرس، أنه ينثر دراهم على الزوج، يعني إذا بغت تعرس أنت مثلا تأخذ معك فلوس ولا مريت على الناس المجتمعين تنثر عليهم، هذا النثار، هذا يقولون يكره، لكن من أخذ شيئا منه فهو لا، لأن صاحبه طابت به نفسه. نعم. يقولون يكره النثار والتقاطه، ها؟ لأنه ضاع للمال، والماء ها؟ لكن صدقة، صير صدقة، ما تقول إن هذا ملك فلان، وضع في موضع الصدقة يدل على أنه تبرع به، فيجوز لمن يحتاج أن يشرب من هذا الماء ولا يروح يستاذن، هذا قصده. نعم. وأثاره ست. نعم. وعنه لا يصح إلا بالقول، وألفاظه ست، ثلاث صريحة القول، يعني القول، القول له ست صيغ، ثلاث منها صرايح وثلاث منها كنايات، مثلا وقفت، حبست، سبلت، هذه صرايح، السبيل معناها الوقف، وقفت هذا صريح. نعم. ثلاث صريحة وثلاث كناية، أبت هذا الشيء تأبيد، هذا صريح،
وقفت وحبست وسبلت وأبدت إصرائه. نعم. والصريح وقفت وحبست وسبلت. نعم. متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. يعني ما يحتاج معه إلى نية، إذا قال وقفت حبست سبلت فهذا يصبح وقفا ولا يحتاج إلى نية. مثل لو قال طلقت زوجتي تطلق، ولو قال أنا ما نويت الطلاق يقول لا، هذا صريح ما يحتاج. نعم. أما الكناية فهي ما يحتاج معه إلى نية، لأنها يعني تحتمل الكناية ما يحتمل الوقف وغير الوقف، فلا يصير وقف إلا بالنية. أما الصريح فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثل وقفت وحبست وسبلت، هذا لا يحتمل إلا الوقف. ولا تحتمل غيره. نعم. وانضم إلى ذلك الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. حبست وسبلت، هذا دليل، هذه صرايح. نعم. وصارت هذه الألفاظ في الوقت كلفظ الطلاق في التطبيق. وأما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبدت، هذه ثلاث. فليست صريحة. تصدقت وحرمت وأبدت، هذه كنايات، أنها تحتمل الوقف وتحتمل غيره، فلا يصير بهذا اللفظ وقفا إلا إذا دلت قرينة على الوقفية، كان يقول صدقة مؤبدة أو لوجه الله، مثلا تصدقت به لوجه الله أو حرمته لوجه الله أو ما أشبه ذلك، إذا انضمت قرينة صار وقفا، وإن لم تكن هناك قرينة فلا يصير وقفا حتى يستفصل منه. نعم. له أن يفسره بغير الوقف، الأول ثلاث الأولى لو فسر بغير الوقف ما قبل منه. لو قال وقفت وحبست وسبلت قال أنا ما أردت الوقف نقول لا، هذا صريح ما يحتاج تفسير آخر. مثل ما لو قال المطلق طلقت وقال أنا ما أردت الطلاق نقول لا، هذا صريح ما يحتمل غير الطلاق، تفسيرك ما هو صحيح. نعم. لا بد من قرينة. نعم. وأما الكناية فهي تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صريحة، لأن لفظ الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان، ويكون تحريما على نفسه أو على غيره. يعني لفظ له عدة معاني هذا الكناية، فلا بد من تفسيره، هو يملك التفسير، فإذا فسره بغير الوقف قبل منه. نعم. والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف. نعم. ولم يثبت لهذه الألفاظ وقف الاستهمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، بل لا بد من تفسيره لها ماذا تريد. نعم. فينضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها. نعم. أحدها أن ينضم إليها أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول صدقة موقوفة أو محبسة أو مسببة أو محرمة أو مقبلة. يعني يضيف إلى اللفظة لفظة أخرى من الألفاظ الخمسة. نعم. الثاني أن يصفها بصفات الوقف، فيقول صدقة لا تواع ولا توهب ولا تورق. نعم. لأن هذه قرينة تزيل الاشتراك. الثالث أن ينوي الوقف، فيكون على ما نوى ليصير وقفا في الباطل. نعم. فإن اعترف بما نوى لزمه الحكم بظهوره، ولو قال ما أردت الوقف فالقول قوله، لأنه أعلم بما نوى. يعني الكنايات تصير وقفا
انضمام أحد ثلاثة أشياء إليها، إما أن ينضم إليها لفظ آخر من ألفاظ الوقف، وإما أن يضيف إليها حكم الوقف، كأن يقول لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، وإما أن يفسرها هو ويقول أردت الوقف. نعم. ولو قال ما أردت الوقف فالقول قوله، لأنه أعلم بمعناها. لو فسرها بغير الوقف يقبل منه، لأن اللفظ محتمل فيقبل قوله، خلاف الصريحة فلا يقبل قوله. نعم. وظاهر كلام أحمد وظاهر المذهب أن الوقف يحصل بالفعل مع قرينة. هذا النوع الثالث مما ينعقد به الوقف، وهو الفعل. نعم. مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه. أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه ويفتح أبوابه، ولا قال هذا وقف، هذا يكفي الفعل، فعله يدل على الوقفية. نعم. يعني أمرين، أولا بناه على شكل مسجد، هذه واحدة. الثاني أنه أذن للناس بالصلاة فيه، فهذا يصبح وقفا ولو لم يتلفظ. نعم. وذكر القاضي ما يدل على أنه لا يصح إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي. حتى لو بنى مسجد وأذن للناس بالصلاة فيه. نعم. ودليله أن هذا تخليص أصله على وجه القربة، فوجب أن يفتقر إلى اللفظ كالوقف على الفقراء. نعم. والأول أولى لما سبق، وأما الوقف على الفقراء فلم تجد به عادة بغير لفظ، ولو كان بشيء جرت به العادة ودلت عليه الحال لكان هكذا. نعم. الأول أصح، إذا بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه يصير وقفا ولو لم يتلفظ. نعم. مسألة، ولا يجوز بيعه لحديث عمر. أحكام الوقف، لا يجوز بيع الوقف، لأنه إذا وقفه خرج عن الملكية، فلا يجوز له هو بيعه ولا يجوز لغيره من بعده أن يبيعه، بل يبقى وقفا. لكن إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وهذا يكون بإذن الحاكم، بإذن القاضي. نعم. ولا يجوز بيعه لحديث عمر رضي الله عنه، لا يباع أصلها. نعم. إلا أن تتعطل منافعه بكلية، كان يكون مسجد رحل الناس من عنده، مسجد في حارة رحلوا الناس، ما عنده بيوت ولا أحد يصلي فيه، هذا يباع، تباع أرضه ويبنى بها مسجد آخر في مثله. نعم. تعطلت منافعه. نعم. إلا أن تتعطل منافعه بكلية، أو بيت وقف، بيت وقف والبيت انهدم خرب صار ما يصلح للسكنى، يجوز أن يباع وينقل إلى حارة أخرى فيها سكان، لأنه لو بقي في هذا المكان ما له قيمة ولا يأجر، يجوز أنه يباع ويشرى به بيت آخر في الأرض الرائجة التي فيها سكان وفيها آجار فيها غلة. نعم. مثلا بستان موقوف، بستان نخيل موقوفة، لكن صارت حارة، تحولت إلى حارة وسكنت، يجوز أنه يباع هذا البستان ويشترى به بستان آخر. نعم. إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه في مكان آخر. نعم. لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقل بيت المال بالكوفة عن انقل المسجد الذي بالتمارين الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلي.
كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أميرا على الكوفة في عهد عمر، واعتدي على بيت المال ونقب وسرق، فأمر عمر رضي الله عنه لما بلغه الخبر أن ينقل المسجد من مكانه إلى المكان الذي فيه بيت المال، من أجل أن يكون هذا المسجد حارساً، لأنه لا يزال فيه من يصلي، لا يزال في المسجد من يصلي، فلا يتمكن السراق من الاعتداء على بيت المال. فأمره بنقل المسجد دليل على أنه إذا رأى الوالي ذلك يجوز. نعم. النقل الوقف يا شيخ من مسجد إلى مسجد مثلا. نعم. ما تعطلت المنفعة ونقل من مسجد إلى مسجد. لا، ما دام ما تعطلت منافعه لا يجوز. لو غير مثلا فرش المسجد أو ونقله إلى مسجد آخر. الفائض عن حاجة المسجد من الفرش والقناديل يجوز صرفه إلى مسجد آخر. إذا كان فائضا عن حاجة المسجد يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر. مثل القناديل أو النجفات أو فرش يجوز أنها تحط في مسجد آخر. نعم. أو غير ذلك من الأدوات. نعم. أن ينقل المسجد الذي التمارين وتعبيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، وكان هذا في مشهد من الصحابة ولم يلقى خلافه. نقل المسجد وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم ينكروا على عمر، دل على جوازه، جواز نقل الوقف. نعم. ووجه الحجة أنه أمره بنقله من مكانه. نعم. فدل على جواز نقل الوقف من مكانه وإبداله بمكان آخر. إذا كان أصلح، إذا كان هذا أصلح وأنفع للواقف. نعم. دل على جواز نقل الوقت من مكانه وإبداله بمكان آخر، وهذا معنى البيع. ولأن فيما هذا في الوقف العام مثل المسجد، لأن هذا وقف عام على المسلمين وولي الأمر يتصرف فيه، أما الوقف الخاص الأوقاف الفردية لا يجوز لأحد يتصرف فيها. نعم. ولأن فيما ذكرنا استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، فوجب كما لو استولت الموقوف عليه الجارية الموقوفة أو قتلها، فإنه يجب قيمتها وتصرف في شراء مثلها. وعنه لو أتلف الوقف، فإنه لو أتلف إنسان وقفا من الأوقاف فإنه يلزم بدفع قيمته ويشترى بها وقفا آخر يقوم مقام الأول. نعم. وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلاتها إلى مسجد آخر، ولأن المقصود يحصل بنقلها لحديث عمر ولا يباع أصلها. إذا ما بيعت شيء يستفاد منها، بيعها أحسن علشان يبنى بها مسجد آخر، كونها تبقى معطلة هذا لا يفي بغرض الواقف. نعم. مسألة. والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد إجماعا. فرس الحبيس يعني الموقوف، الموقوف على الغزو، إذا كان ما يصلح للغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه فرسا، يشترى بثمنه فرس صالح للغزو. نعم. مسألة. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكان بيع ونقل إلى مكان المنتفع به لحديث عمر رضي الله عنه. مسألة. نعم. ويرجع بالوقت ومصلحته وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظرة فيه والنفقة عليه وسائر أحواله إلى شرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف في كل هذه الأمور، فإذا عين الواقف ناظرا فإنه يتعين، ولا يجوز أن يعين ناظر غيره، الناظر الذي عينه الواقف يتعين ولا يجوز أن يغير ما دام صالحا للنظارة. فإن كان لا يصلح للنظارة
أو هو طلب الإعفاء فإن الذي يعين الناظر هو القاضي، القاضي يقوم مقام الواقف فيعين ناظرا صالحا. كذلك المصارف، المصارف يعمل فيها بشرط الواقف ولا تغير ما دامت أنها على بر، ما دامت على بر فلا تغير، كما لو قال هذا الوقف على طلبة العلم أو على الفقراء والمحتاجين فيجب أن تصرف في هذا ولا تصرف في جهات أخرى. أما إذا كانت الجهات التي عينها الواقف محرمة فلا يجوز العمل بها، يجب أن تغير إلى ما هو أصلح. فلو جعل الوقف على أمكنة معاصي وأمكنة مخالفات فإنها تغير، لأن شرط الواقف هنا باطل لا يجوز العمل به. وكذلك يجب العمل بشرط الواقف في صفات المصروف عليهم، فإذا قال هذا الوقف على طلبة العلم لم يجوز أن يغير ويقال للفقراء ما يحول، أو العكس إذا قال للفقراء ما يجوز يغير يقال لطلبة العلم، إلا إذا كانوا فقراء، إذا كان طلبة العلم فقراء انطبق عليهم الوصف. أو قال هذا الوقف على المجاهدين في سبيل الله فلا يغير ما دام فيه من يجاهد في سبيل الله، يصرف عليه لا يغير للمساجد ولا للمدارس، يجب العمل بشرط الواقف ما دام أنه على بر. أما إذا كان شرط الواقف ليس على بر وإنما هو على معصية فيجب تغييره، كما لو وقف على الكنائس أو على الأضرحة أو ما أشبه ذلك من أمكنة البدع والمحدثات، الموالد مثلا، قال هذا يصرف على إحياء المولد كل سنة أو على إحياء ليلة النصف من شعبان، فهذا مصرف باطل، يجب أن يغير إلى ما هو مشروع. نعم. ويرجع في الوقت ومصرفه وشروطه وترتيبه وإتقان من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه وسائر أحواله إلى شرط الواقف. لا شك شرط الواقف يبالغون حتى يقولون شرط الواقف كنص الشارع، يقولون كذا، وإن كانت هذه العبارة مبالغ فيها لكن معناها أنه يلزم العمل بها، يلزم العمل بها ما دامت أنها على بر على خير، أو على الأقل مباحة ليست محرمة يجب العمل بها. نعم. لأنه ثبت الواقف فوجب أن يدفع فيه شرطه، ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي السبيل والضيف، نعم، وجعل لمن وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا، ووقف الزبير على ولده، وجعل للمرضوجة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها. إيه نعم، إذا قال هذا الوقف على المحتاجين من ذريتي اختص بالمحتاجين، أما الأغنياء منهم فلا شيء له من أولى من ذريته. أو قال على من طلقت ما دامت مطلقة، فإن تزوجت فلا حق لها، اختص بالمطلقات لأن المطلقة تحتاج إلى سكنة، وهكذا. نعم. اي نعم، يغير الى 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 بر ويمضي. نعم. ما يرجع اليه، ما يرجع الى صاحبه، لا، يغير ويمضي على بر. نعم. مساله، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والانثى مستويه. اذا قال هذا الوقف على ذريتي ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين فإنه يكون بالسوية،
الذكور والإناث سواء، لأنه سوى بينهم بقوله على ذريتي، وهذا يقتضي التسوية. نعم. وإنما كان جميعهم بالسوية لأن جميع أولاده، فلقبه يقتضي ذلك. لأنه ينطبق على البنت أنه ولد، وقال على أولادي ينطبق عليها الوصف، فتساوي الذكر في هذا لأن الذكر ولد والأنثى ولد. نعم. ولا يدخل به ولد البنات لأنه ليس من ولده. قال الشاعر: هذا عاد فيه نظر لهذا المذهب أن أولاد البنات لا يدخلون في ذرية الموصي، في ذرية جدهم، لأنهم أولاد ناس آخرين. قال الشاعر: بنونا بنو أولادنا وبناتنا بنوهن أولاد رجال الأباعد. هذا فيه نظر، لأن أولاد بناته من ذريته، أولاد بناته من ذريته بلا شك يدخلون في هذا. الصحيح أن أولاد البنات يدخلون لأنهم من ذريته. قد جعل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، مع أنه ولد بنته مريم عليه السلام. نعم، ولد بنته. نعم. وكذلك، نعم، وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد وهو ابن بنته. أين؟ فلا شك أنه من أبنائه ومن ذريته. نعم. ها؟ لا، الفرائض يمشى على ما قسم الله، ما يزاد فيها ولا ينقص، لأن هذا نص، هذا نص لا يتعدى فيه النص. نعم. ولا يدخل في وجود مذهب أولاد البنات ما يرثون، ما يشمله الوقت إنزاله من زاد الإرث. نعم. الوجه، لا، ما هو الوجه أنهم ما يرثون، الوجه أنهم ذرية غيره، ذرية آبائه، ليسوا من ذريته هو، من ذرية آبائهم. بنتك لصار لها أولاد منهم، يقال هذولا ذرية فلان أبوهم، ما هو بذريتك أنت، في عرف الناس، يعني في عرف الناس. بنونا بنو أبنائنا، افضل قول الشاعر، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. هذا اللي، هذا من ناحية اللغة يعني. نعم. ولا يدخل فيه ولد البنات لأنه ليس من ولده. قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في هذا الموضوع اسمها وقف الجنف، وقف الجنف، تكلم فيها عن هذه المسألة وهي حرمان أولاد البنات من الإرث، وقال هذا هو الجنف، وقال إنهم يدخلون في الذرية. رسالة جيدة جدا، من يعني من أقوى ما كتب الشيخ رحمه الله في هذا. نعم. وإن فضل بعضهم فله ذلك لأنه ثبت بشرطه. إذا فضل بعض أولاده على بعض هذا فله ذلك، لأنه ليس تمليكا وإنما هو وقف، والمحرم هو التفضيل بالتمليك. هذا المذهب، ولكن فيه نظر، فيه نظر أيضا. الصحيح أنه لا يفضل بعضهم على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا عام، ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة بينهم، فالواجب على الوالد العدل بين أولاده. نعم. ويوجب أنهم يبغضونه أيضا وقد يدعون عليه، يكون سبب شر هذا. نعم. ولو كان أحدهم بارا به والآخر عاق، ما يسوغ أنه يخصه، لكن يقول للفقير منهم لا بأس، أو للأعمى أو للعاجز ما يخالف، لا، لأنه ما خص أحد وإنما عين وصف فقط. أما أن يقول فلان يعطى أكثر من فلان، هذا لا يجوز، يعطى من الوقف أكثر من فلان ما يجوز. نعم. فإذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين، لأنه جعل المساكين بعد ولده بقوله: ثم على المساكين. إذا انقطعت ذريته يصرف للمساكين. نعم. مسألة: وإن كان الوقف على من يمكن حصبه. باقي كثير.
نعم. وإن كان المرء على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم. يكفي لعله يكفي. نعم. الواقف وصف الوقت انه معمول عند الشيخ، الوقت هذا الدار وقف يخرج منها وحي يرجع على الورقه او يصرف فيه مثل ما حدده. ما زاد عن المصرف الذي عينه يرصد لحاجه الوقف، انه ربما يحتاج الى اصلاح يرصد. والفاضل عن مصرف وقف يتعين إرصاده، يقولون كذا. نعم. لو كان كثير عفوا عنه. إذا كان كثير فيصرف في وجوه البر، يصرف في وجوه البر ويخصص المحتاجين من ذريته وأقاربه. نعم. يكونون أولى من غيرهم، أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين. وإن كان قاربه أغنياء يعطى للمحتاجين من المسلمين. نعم. ما يرجع فيه إلى مثل ما حدد الواقع. لا لا، ما يزود بالأضاحي، ما هو مطلوب الكثرة الأضاحي، ما هي مطلوب، لأن المقصود إقامة الشعيرة فقط، أما كثرة الأضاحي هذا ما هو مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الوقت المعلق بالموت مثل أن يقول هو وقت بعد موتي؟ حكمه حكم الوصية، يصح ويكون حكمه حكم الوصية، يخرج من الثلث. نعم. لأن الوقف على قسمين، وقف منجز في حال الحياة، هذا يصير وقف من 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 حين العقد، من حين عقد الوقف، ويخرج عن ملكيته. والثاني وقف معلق بالوفاة، هذا يصبح حكمه حكم الوصية، طبق عليه أحكام الوصية. نعم. نعم. في حياته يصح أنه يوقف جميع ماله في حياته، ولكن ما هو بأولى ولا أحسن. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوقف بستانا فعلى من تكون زراعته وخدمته، هل تكون على الواقف؟ وكذلك ما يحتاج إلى صيانة كالسلاح والآلات وتكلفة الخدمة والصيانة، هل تكون من المنفعة والغلة أو مالا؟ من الغلة، وتكون صيانته من الغلة، والبستان يكون من غلته أيضا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تنفر الشخص بالوقف وبعد ذلك قال إني كنت مازحا أو قال لا أقصد الوقف، هل هذا يكون وقفا أم لا؟ يكون وقفا، ولا يقبل قوله إني مازح، لا يقبل قوله إني مازح في الصريح، الألفاظ الصريحة لا يقبل، أما الكنايات يمكن يقبل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق العلم النافع الذي ينتفع به على الذي يتقاضى أجرا مقابل هذا العلم؟ نعم، إذا كان يتقاضى ما يكفيه ليتفرغ للتعليم هذا من الإعانة على الخير، وش يسوي؟ منين يأكل؟ فإذا كان يأخذ من قدر ما يقيته لأجل يتفرغ للتعليم هذا من الإعانة على طاعة الله، وله أجر وله خير إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوقف مكانا لمدرسة وتهدمت وأزيلت وعرضت الأرض للبيع من قبل الأوقاف، هل من حق ورثته استرجاعها؟ لا، ليس من حقه مسترجعها، هذه على نظر ولي الأمر. الأوقاف العامة النظر فيها للمحكمة، محكمة الشرعية، وليس لورثته الاعتراض على ذلك. نعم، لأنها خرجت عن ملكه إلى جهة عامة، فيكون الناظر فيها والمتولي لها هو المحكمة الشرعية. نعم. ما تناسب وتعاقب، والبنت حياة عين، ما يتعين أولاد الأولاد على أولاد الذكور؟ بس هذا ما هو صحيح، حياة عينها ما هو صحيح، مش حياتها هي بس حياة عينها،
البادين ما لهم شيء، والبادين دائما هذا جنف، هذا جنف، بل هي مثل الذكور، هي مثل الذكور، مثل أولاد الذكور، ما هم ذرية، هم ذرية، نعم. لا هم إذا احتاجوا فهم ذرية جدهم لأمهم، نعم. ذكر هنا الشيخ خطأ الله أن يجوز الوقف بمدة محدودة، مثل أن يقول هذه الدار وقف لمدة 10 سنين. لا هذا ما يصير وقف، تصبح وقف مؤبد ويلتغي شرط 10 سنين. هذه العمرة والرقبة اللي يقولون العمرة والرقبة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها باطلة، لأن الوقف إذا خرج ما يكون محدد ولا مؤقت، يكون مؤبد. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أوقفت أم جدي والدي دكانا وكتبت هذا وقف على ذرية أحمد أن يبنيها الذكور دون إناء على أن يضحون لي كل سنة، فهل هذا الوقف وهل يصح هذا الوقف؟ يدخل في الجنف إذا خصصت أولاد ابنها دون أولاد بنتها، هذا هو الجنف، يعدل على مقتضى الشرع. نعم. الشيخ النخيل، نعم يصح وقفه، لأنه مما يبقى ويستمر، النخلة تستمر إلى 100 سنة أو أكثر، وإذا سقطت يغرس مكانها، يغرس مكانها أخرى. نعم. الشيخ رجل أوقف وقفه وبعد وفاته أسيء استخدام هذا الوقف وأصبح يستخدم في غير أوجه البر، فما هو الواجب على رابط صاحب هذا الوقف؟ يراجعون المحكمة، الواجب عليهم يراجعون المحكمة، والمحكمة تنظر في الحقيقة. نعم. يباع بما يساوي، إذا يباع بما يساوي يشارك في مسجد آخر مشاركة. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، المصحف يوجد في المسجد ويكتب عليه وقف لله تعالى، فهل يجوز أخذه إلى المسجد وعدم إرجاعه إلى المسجد الذي أخذه منه؟ لا يجوز أخذ المصاحف من المسجد، لأنها أصبحت وقفا على المسجد، فلا يجوز إخراجها منه لا إلى بيوت ولا إلى مساجد أخرى ولا إلى مدارس، هي وقف على المسجد معينة للمسجد. نعم. إذا فاضت عن حاجة المسجد تحفظ، فإذا احتاج المسجد إليها فيما بعد توضع فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ رحمة الله، معظم البلاد الإسلامية يوجد بها نصارى، هل يجوز للحاكم أن يرخص لهم في وقت أعراض لبناء الكنائس لإقامة شعائرهم؟ بلاد الإسلام لا يقام فيها كنائس جديدة، كنائس الجديدة لا يمكنون أن يقيموها في بلاد المسلمين، أما الكنائس القديمة فتترك إلى أن تنهدم، وإذا انهدمت لا يعاد بناؤها، هذا أحكام أهل الذمة. نعم. هم لا يمكنون من إحداث كنائس جديدة، ولا يمكنون من تعمير كنائسهم إذا خربت في بلاد المسلمين. نعم، لكن تترك حتى تنتهي. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل صحيح أن الوقف من خصائص هذه الأمة وأنه لم يرد في أي شريعة سابقة؟ قالوا أنه من خصائص هذه الأمة، والله أعلم، فيه نظر يعني، شو الدليل على تخصيصه؟ نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.